هل أتاك حديث عنابة؟ شاعر حول المدينة مدينته بونة أو عنابة إلى نص يسكنه يقيم فيه باستمرار ما أقام في الكتابة، نص مفتوح على الرياح والأيام واللغة والجمال والتجريب. إنه الشاعر الرقيق عبد الحميد شكيل. مدينة بونة أو عنابة التي قال عنها ألبير كامي: إن مقابر بونة تمنح شهية الموت. وقال عنها الروائي الشهير السوري حيدر حيدر الذي عاش فيها سنوات وفيها درس، وعنها وفيها كتب روايته الشهيرة وليمة لأعشاب البحر. يقول حيدر حيدر: إن الحب ينمو بداخلها نمو النباتات بين شقوق الصخر، تلك هي بونة المضيئة، مدينة الحزن والبحر والخوف والحب والذاكرة. كتاب الحالات في عشق بونة لعبد الحميد شكيل كتاب صغير الحجم لكنه كبير بنصوصه التي تغازل مدينة عنابة، ذاكرتها، ذاكرة من مروا بها، يذكرنا بهم ويذكرهم لنا، من عاشوا فيها، من عشقوها فخلدوها بنص أو أثر أو كلمة أو ذكرى. كتاب الحالات في عشق بونة لعبد الحميد شكيل كتاب جميل، مر بصمت، مر دون انتباه، كتاب بنصوص عالية الحساسية، عالية الثقافة، عالية المرجعيات واللغة. كتاب يتراوح ما بين السرد والتاريخ والشعر والعين رؤية. كل الكلام على بونة، كل الكلام على عنابة ولها، كل النصوص جزء منها وفيها، من إليس الذي توقف فيها قائلا: مباركة هذه المدينة، طوبى لساكنيها، وسيظل أعزب من لم يتزوج من نسائها، إلى المدينة التي منها تعلم القديس أوغستين سانت أوغستان، إلى المدينة التي تجولت فيها نجمة بطلة كاتب ياسين. هي عنابة، مدينة أكبر من العمران وأوسع من الدهشة. في كتاب الحالات في عشق بونة لعبد الحميد شكيل يعرض لنا مدينة يكتشفها كل شاعر أو تشكيلي أو روائي أو روحاني أو فقيه على طريقته، يقول فيها نصه ثم يرحل، يقول فيها قولته ثم يرحل، وتبقى بونة عنابة تنتظر عاشقا آخر يجيء من مطلع الشمس أو من مغربها لا يهم. وكما للذين مضوا عنابتهم أو بونتهم، فلعبد الحميد شكيل مدينته، نص بونة له. كتاب الحالات في عشق بونة لعبد الحميد شكيل كتاب صغير الحجم لكنه كبير بنصوصه وبحلمه وبأسئلته عن المدينة. هل أتاك حديث عنابة؟ وشعب يقرأ، شعب لا يجوع ولا يستعبل. وإلى جواهر أخرى.